اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن عادل طعيمه. ازيك كابتن عادل؟ كابتن اسلام اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام الحمد لله. كابتن عادل خليني ابدا مع حضرتك مباشره. انا عارف ان حضرتك بتحب تقول رايك في مثل هذه التوقيتات اللي الكل بيبقى مقلق ان هو يقول رايه، لكن في مثل هذا التوقيت اولاد النادي دايما اللي بيبقى ليهم دور مهم جدا 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 في الرأي الراجح، خصوصا لما يكون واحد بقيمة حضرتك معانا. يعني رأيك في هذه المباراة وهذه الهزيمة الصعبة جدا، وانا حتى قلت في وانا بتكلم في بداية كلامي ان احنا خلاص بناخد، يعني احنا بنقفل الكلام على سان داونز النهاردة، ومن بكرة هنبتدي نتكلم ان شاء الله عن المباراة الاهم بقى دلوقتي بالنسبة لمباراة القطن بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية اللي بيحاول ينال من النادي الاهلي، نعم النادي الاهلي هو الهرم الرابع في مصر. هل الهرم ممكن يقع؟ لما يشيل منه حجره ولا زلطه ولا حاجه هيقع الهرم؟ النادي الاهلي بالنسبه لمصر الهرم الرابع، محدش هيقدر ينال منه، لانه على مستوى العالم النادي اللي معروف على مستوى العالم. وببارك لك وببارك لكل اهلاوي، بنلعب في كاس عالم 25 ارزاق. ايه ده؟ ارزاق. ايه الاقلام اللي نازله كل مره؟ انا بقول لحضرتك ارزاق، سبحان الله. الاجتهاد والتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. صح. الحاجه الثانيه، هو جمهور النادي الاهلي من يوم ما نشا، مش هو اكبر جمهور في مصر وفي الشرق الاوسط وفي افريقيا وفي البلاد العربيه؟ صحيح. طيب هل جمهور النادي الاهلي بيقل ولا بيزيد؟ بيزيد. طيب لما جمهور النادي الاهلي بيزيد على مستوى مصر وعلى مستوى القاره الافريقيه وعلى مستوى البلاد العربيه، طب الجمهور ده اللي عمال يزيد ده بيزيد كمان على مستوى العالم يا كابتن. تخيل ان النادي الاهلي، ودي برضو لجمهورنا عشان يبقى عارفها، النادي على الرابع على مستوى العالم من حيث المتابعه، 15,800,000 متابع للنادي الاهلي، هو الرابع في العالم. صحيح. متابعه على مستوى العالم. جمهورنا عارف طبعا، وزي ما حضرتك دايما بشوفك باستمرار، اللي لا يشجع النادي الاهلي او اللي بعض من لا يشجع النادي، بعض من لا يشجع النادي الاهلي، وما اكثرهم في البرامج طبعا، كل واحد مزروعين في البرامج. الهزايم لكل الانديه بالخمسات وبالثلاثات ومن انديه متواضعه، محدش بيجيب سيرتهم، لكن عاوز ينال من البطل علشان ينال منه. عمرك ما هتنال منه، لان اولا نمره واحد ربنا موجود ودايما بينصر الحق وبينصر المبدا. نمره واحد. نمره اثنين، جمهوره اللي كل دقيقه طفل بيتولد اهلاوي. الاهلاويه اللي مالين كل حته في العالم، اكبر جمهور في العالم، اكتر نادي واخد بطولات، بينافس ريال مدريد وبرشلونه. جمهور الناس اللي هي بتحاول تنال من النادي الاهلي، هتنال منه ازاي؟ انت يعني قول لي انت مين عشان تنافس ريال مدريد وبرشلونه؟ قول لي انت بأمارة ايه؟ انت بقالك 20 سنه ما هوبتش في اي بطوله. فانت يعني الكبير دايما بيترفع عن الصغائر. نعم. وبالتالي انا لما اكون انا في النادي الاهلي وعارف قيمة النادي الأهلي، ومهما حاولت إنك تنال من إيه؟ عمرك ما تنال منه، لأنه في ربنا موجود مع النادي الأهلي بيسنده في كل خطواته. أنت طلعت من الوداد، الجواب اللي استخبى، والمجلس اللي اجتمع وبتاريخ قديم، واللجنة اللي راحت وما أنصفتش النادي الأهلي، إيه اللي حصل؟ يروح كأس العالم ويبقى مشرف ويكسب الفرق، وبعدين بيلعب مع ريال مدريد وكان فاضل دقيقتين وكان ممكن نتعادل. يا اخوانا ده انجاز رائع. انت لما تغلب ريال مدريد 4-1 ده يعني حاجه، يعني بنشوف الفرق اللي بتغلب بسبعه وثمانيه، البرازيل وليفربول واللي بيكسب المان يونايتد فالنادي الاهلي عمره ما بطوله او مباراه ممكن انها تنال منه. ادي نقطه نمره واحد. النقطه الثانيه، ودي برضو يعني ببعتها لجمهورنا وبعتها لاخوان النقاد، انت كل اللي انت بتقوله اقسم لك بالله ما هينال من واحد من جمهور النادي الاهلي.